السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءنا اليوم إن شاء الله مع السكند سيستم اللي هو الجي آي سيستم أو اللي هو الجاسترو سيستينال سيستم. الجهاز أو هذه المحاضرة هتكون في عدة لقاءات، لأنه الجي آي شوية كبير وفي كتير أمراض متعلقة فيه، فهيكون عندنا أكثر من لقاء لهذا الجي آي. بداية هنحكي عن اللي هو الجهاز الهضمي. طبعا انا مش هحكي في الاناتومي لان زي ما قلت سابقا انتوا خدتوه، لكن فينا نعرف ايش هو الجهاز الهضمي. هو عبارة عن تراكت extended from the mouth to anus، يعني هي عبارة عن الممر يمتد من الفم to اللي هو فتحة الشرج. طبعا الوظيفة الرئيسية للجي اي هي عملية بلع الطعام، وعملية اللي هو preparation اللي هي عملية دفعي، وdigestion اللي هي عملية الهضم، بالإضافة إنه هو مسؤول عن عملية absorption لكل المواد الغذائية اللي بتفيد جسمنا من أجل الحياة ومن أجل عملية النمو. يعني هذه أهم وظيفة من وظائف الجهاز الهضمي. هنتطرق الآن إلى عدة اختبارات. من خلال هاي الاختبارات إحنا بنقدر نعرف إذا كان في مشكلة معينة في الجهاز الهضمي أو لا، أو من خلالها أنا بقدر أشخص الحالة المرضية. فعندنا أول تيست ممكن إحنا نستخدمه اللي هو بسموه باريوم كونتراكس إكس راي فيلم. هذا الباريوم هي عبارة عن صبغة سائلة تحقن من أجل أنها تمشي في المجرى الجي آي، ومن خلاله أنا بقدر أعرف وين في مشكلة. فحكينا هنا أول إشي إنه in this test radio vacuum solution is introduced into the upper or lower GI tract and then followed by X-ray film. يعني بالبداية إحنا بنعطي هذا الصبغة سواء للأبر أو للور جي آي، للجزء العلوي أو الجزء السفلي، ومن ثم بنعمل اكس راي. هاي الاكس راي بتوضح لنا هنا هذا التكنيك this technique able to identify the position and size of structure and many obstruction that are present. اذا كان في عندنا obstruction يعني في عندنا انسداد في مكان معين، او في تغيير في الستراكشر في الهيكل، يعني شكل المعده او شكل مثلا الامعاء او شكل المريء، اذا في الستراكشر تبع الهيكل تبعه في تغيير بيبين لنا وين المشكله، البوزيشن تبعه وايش السايز والحجم تبع هاي المشكله. وبالطريقه هذه هيصير عندنا ability قدره على انه اذا كان في ألصر، اذا في عندنا اي تقرحات فشر ترققات، او ممكن انه يساعدنا في معرفه اللي هو المرحله المبكره من الكانسر early stage cancer بس بشكل ضعيف، لانه الكانسر يحتاج more advanced technique عشان انا اقدر اكتشفه واقدر احدد مكانه وحجمه. التست الثاني اللي الان بدنا نستخدمه اللي هو الاندوسكوبي. الاندوسكوبي يا جماعه هو المنظار، يعني هنا في الصوره لاحظوا هي منظره، هذا عباره عن ايش؟ تن، بكون ايش رفيع ورجد او ريفلكسبل، يا بكون جامد يا اما بكون في طري سكوب منظار. هذا بيعمل له باسط، بندخل في الجي اي عن طريق التراكت من مجرى وبصير فيزبل منه بنشوف. طبعا هذا المنظار بيكون مربوط بكاميرا، الكاميرا بتكون مربوطه بشاشه، من خلال احنا بندخل هذا المنظار وبعدين المنطقه اللي احنا بنصلها او المنطقه اللي معنيين ان احنا نصورها تظهر على الشاشه، وممكن نحن نشوف وين المشكله. طبعا الـ كل عضو متصور له منظار خاص فيه. فعندنا لما نيجي نصور إيسوفيجس اللي هو المريء في بسموه إيسوفوجس سكوبي، لما نصور الاستومك نستخدم اللي هو جاستروسكوبي، لما نيجي نصور اللاج انتستين نسميه اللي هو كولون سكوبي، ولما نصور السجمويد كولن نسميه سجمويد سكوبي، ولما بدنا نصور الأبر سمول انتستين نسميه اللي هو ديدنال سكوبي. هدول السكوب او هذا المناظير فائدتها مش فقط ان انا اعرف ادفيكيشن وين موجود عندي، اذا كان في عندي ألصار ولا عندي بلوكج معين، لا كمان انا ممكن استفيد من هذا المناظر ان انا اخذ
عينة سامبل فور بيوبسي وكلشر، ناخذ عينة منها من اجل دراسة الخلايا الموجودة فيها واكتشاف نوع هذه الخلايا او نوع الالتهاب او نوع البكتيريا اللي بتكون مسببة في التهاب جزء معين. فهذا الاسكوب او الاندوسكوب المنظار بيساعد يعني منه تشخيص ومنه اخذ اللي هو العينة اللي بتساعدني في تشخيص بالضبط ايش نوع الخلايا الموجودة عندي داخل هذا المكان واللي تسببت في مشكلة او في مرض معين. الان المثل الثالثة او اللي هي نقول عنها التست اللي نستخدم برضو في ان نحن نعرف اي مشكلة في الجهاز الهضمي اللي هي الالتراساوند. الالتراساوند معروف للجميع، هو عبارة عن جهاز تلفزيوني بيتم التصوير من خلاله، يركز كثير على الأورغانز بجهة الأعضاء بشكل اندبت بعمق أكثر، وطبعا هو بتميز إنه سنسيتيف تكنيك، هاي سيستم تكنيك، بيكون على حساسية عالية جدا بحيث إنه نقدر نشوف من خلاله يكون في عنا فيجوالز لايز لمين للستركشر والأبدومينال أورغانز، يعني إحنا خلينا نشوف إيش الستركشر الهيكلية أو التركيب للأعضاء الداخلية، ومن خلالها بصير عملية انتفاي للأبنورمالتيز لأي شيء غير طبيعي، وإذا في عندنا أي أبسس أو الأبس اللي قلنا عنه زي الدمامل أو الخراج أو استون، في إذا كان في نوع من الحصى موجود وخصوصا في المجرى المراري أو في الكليا أو أذر ستراكشر أو أمور أخرى ممكن نحن نشوفها أو نلاحظها. طبعا المور ادفانس من الالترا ساوند الاكثر تقنيه اللي هو السيتي. طبعا السيتي كنا سمعنا عنه وبنعرف عنه، هذا طبعا من احدث الاجهزه اللي من خلالها بنعمل تصوير، لانه احنا بنستخدم اللي هو ايمج تصوير لكل الجي اي اورجانز، بنصور من خلاله كل الجي اي، ومن خلاله انا بعرف برضه بشكل اوسع واوضح كيف في اي مشكله عندي في الاستراكشر تبعت الاورجانز، او اذا كان في عندي اي ابنورماليتيز بتظهر اثناء التصوير، هذا بيعطيه بشكل اوسع واكثر دقه. اللي اكثر منهم امور دان ادفانس اللي هو الام ار اي، اللي هو التصوير اللي بيتعلق بالمغناطيس او عن طريق التصوير المغناطيسي بنسميه ام ار اي. طبعا هو كثير مور اكوريت وبيعطي ايمج اوضح واكثر، يعني هذه بسموها بروسيس ويرفاي اكسترنلي ابلايد اللي هو الكتروماجنتيك فيلد، بيعملنا ترانسفورم باي كمبيوتر تو ايمج، طلع لي كل هذه الصور على الكمبيوتر تبين لي كل الجي اي تراكت. ايضا الام ار اي يستخدم بشكل واسع لعملية الديتيفاي بشول الستركشر ابنورمالتيز، إذا كان في عندي أي تغييرات غير طبيعية في الستركشر تبعت الجي آي، كمان بيبين لنا الأرتيريا أو اللي هو المجرى البلد بلد فلو، وإذا في عندنا مشكلة في الفيزلز بتنسيق، إذا في انسدادات في بعض الأوردة أو بعض الشرايين بيبين لي الفلو تبع البلد برضو ببين لي. فالام ار اي هذا مور ادفانس تيست انا بستخدمه في معرفه او بيساعدني في تشخيص مشكله معينه في الجهاز الهضمي. الان هنحكي عن جزئيه ثانيه من الجيل، تكلمنا بالبدايه عن اهم وظيفه للجهاز الهضمي، وبعد تكلمنا عن خمس مثل أو وسائل أنا من خلالها أنا بقدر أشخص أي مشكلة. الآن هتكلم عن الباثوفيسيولوجيكال كونسبت، بعض المفاهيم المتعلقة بالجي آي. أول مفهوم عندنا اللي هو أنوركسيا. أنوركسيا اللي إحنا بنسميها فقدان الشهية. أنوركسيا فقدان الشهية اللي هي إيش؟ عبارة عن لوس أبيتايت أور ديزاير فور فود، يعني بفقد الشهية أو بفقد الرغبة في الأكل. وعادة الأنوركسيا هذه بتكون بتحدث كعلامة من علامات إن في جي آي إريتيشن، يعني في مشكلة في الجي آي، أو maybe present
أو تكون موجودة في with condition not associated with GI tract، يعني ممكن تكون موجودة لكن بتكونش لها علاقة بالGI، قد تكون لها علاقة بمرض ثاني مثل الكانسر. يعني الكانسر ممكن يكون موجود في أي مكان، لكن بصاحب الكانسر يكون في عندنا أنوركسيا. الأنوركسيا أحيانا بتكون سببها عامل نفسي بسموها الأنوركسيا نيرفوسا. هاي condition in which choose not to be a eat، يعني هو ما بدهم ياكلوا لأنه خايفين for being fat مشان ما يتخنوش. وهذا كثير إشي بيصيب بالذات الفيميل، إنه هم عشان ما يزيد وزنهم وهم ما بياكلوش. وفي مشاهير كثير في العالم عند مصابين بمرض اللي هو الأنوركسيا نيرفوسا بسبب محافظة عدم حصولهم على وزن زائد، ومثل زي الأميرة ديانا يعني كانت مشهورة بإنه هي عندها أنوركسيا نيرفوسا، لدرجة إنه هي كانت بعد ما تاكل تنتج عشان تحافظ على وزنها أو تمتنع من عن الأكل عشان تحافظ على وزنها ما يزيدش. فأحيانا بقول أنوركسيا نيرفوسا سببها عامل نفسي أكثر ما هو جسدي. الحين عندنا الأنظر الكونسيبت الموجود عندنا اللي هي نوزيا. نوزيا دائما بيجي المريض بيقول لك اي فيل نزيت، انا حس بالغثيان. انا هاي شغله سبجكتيف يا جماعه. الان هاي شو المريض دائما عنده سنسيشن، عنده احساس بانه بده يعمل فوميتنج، بده ينتج. طبعا هذا الاحساس بيجي لانه نتيجه انه هاي النوزيا قد تحدث اذا كان في عندنا انتفاخ او عندنا اريتيشن بتصير في الجي اي تراكت. هذه بتؤدي الى انه الواحد بيشعر بالغثيان والرغبه في التقيؤ. ايضا قد يكون السبب مش من الجي ار، قد يكون السبب الشعور بالنوزيا هذا استيموليتد تحفيز من البرين سنتر بالذات الموديولا، وخصوصا في منطقه المهم الموديولا. زي في حالات الهيد تروما احيانا في بعض الحالات اللي هو الهيدتروما اللي هو الإصابة أو صدمة للرأس، إذا إحنا بنعرف إذا في مشكلة معينة في البرين أو صار في إشكالية بنقول المريض يضلوا تحت الملاحظة 24 ساعة. إذا خلال فترة 24 ساعة صار في فوميتينج عند هذا المريض معناه إنه في مشكلة عندنا في البرين، خصوصا إن المشكلة مش في الجي آي، لا المشكلة إنه هذا المريض وقع من علو أو تعرض لحادث ما فأجت الخبطة في راسه. فهنا بنشك انه ممكن يصير. طب احنا كيف بدنا نعرف في مشكله ولا؟ احيانا اول 24 ساعه لو انا بدي اعمل سيتي لحظه حدوث الحدث ببانش شيء، لكن بعد 24 ساعه ممكن انه يظهر شيء معين. طب انا ايش بيعطيني مؤشر لانه في مشكله صارت في البرين؟ انه المريض بيصير عنده فوميتنج، فهذا بتعطيني الارم انه في مشكله في البرين من خلال عمليه استيموليشن صارت من البرين سنتر اللي موجود في المدله، تعطيني تقول لي هذا المريض في مشكلة عندك في البرين، فابدأوا بسرعة quick management منشان treatment للمشكلة في الداخل البرين. أيضا عندنا الكونسبت الثالث اللي هو الفوميتنج. احنا قلنا قبل شوية النوزيا، النوزيا هي الشعور، الشعور بالغثيان اللي بعده بيصير عندك الفوميتنج. البومتينج زي ما هنا كاتب أول حاجة هي عبارة عن كومبلكس ريفلكس، يعني رد فعل معقدة. هذا رد الفعل مالها بتكون مربوطة في السنتر تبع البومتينج في المديولا زي ما حكيت سابقا، وممكن يؤدي إلى حدوث البومتينج عدة أسباب. قد يكون أول سبب عندنا يكون عن إكسيزيف. إكسيزيف معنى إشي شديد أو إشي قوي محفز، من خلال لو صار عندنا في انتفاخ أو اللي هو سميه distension or irritation في الاستومك او الددنم، هذا ممكن يؤدي يصير عندنا vomiting. كمان لو احنا تعرضنا او صار في تعرض لكيميكال ستيموليشن لتحفيز كيميائي ادى الى ان يصير عندنا ايش vomiting. ممكن ايضا الهيبوكسيا يا جماعه، انخفاض نسبه الاكسجين برضو بتؤدي يصير عندنا vomiting، او الالم البين هذا ممكن يعمل ستيموليشن للvomiting سنتر الموجود عندنا في الميديلا اللي بيحفز على عمليه النطق التقيؤ. ايضا
إذا كان في عندنا إشي في البرين يعني direct stimulation vomiting center in the brain usually lead to projectile vomiting اللي هو التقيؤ اللي بيكون عن بعد يعني بصير التقيؤ بصير قذف إلى مسافة بعيدة في التقيؤ وهذا بدل على إن في مشكلة عندنا في البرين وبتكون مؤشر على إن في عندنا ارتفاع في الاي سي بي الاي سي بي هو الاندوكرينيال بريشر اللي هو الضغط الداخل الدماغ وهذا بيكون نتيجة التهابات معين أو نتيجة تروما صارت في البرين أو زي مرضى المالينجيتس اللي هو التهاب السحايا بصير عندهم اللي هو بروكتايل فوميتنج أيضا ممكن إن يكون عندنا شغلات تسبق الفوميتنج يعني في علامات بتدل على إنه هيصير أنا عندي الآن فوميتنج أو هيصير في فوميتنج منها زي ما حكيت سابقا اللي هي النوزيا الغثيان ممكن يصير عندنا تاكيكارديا ممكن يصير عندنا هي سوتينج اللي يصير الشخص متعرق اذا شعر بالعرق وشعر بالتاكيكارديا والنوزياتد انه هو غثيان هذا ممكن يؤدي الى انه فعلا يكون عندي مؤشر لانه المريض هاي سوف يعمل بومتينج سوف يتقيأ. Another concept برضو من الأشياء المرتبطة بالجهاز الهضمي الرئوي اللي هي الدياريا. الدياريا اللي معناها اللي هو الإسهال. لاحظوا التعريف تبعها إيش كاتبين فيها اللي هي عبارة عن increase in fluid زيادة في السوائل and frequency of the دائما بيكون في زيادة في سوائل البراز بالإضافة إنه بصير تبرز باستمرار بشكل متكرر. إذا maybe large or small volume يعني قد تكون هذه الدياريا أو هذا الإسهال بكميات كبيرة أو بكميات صغيرة. وعادة may or may not be containable يعني ممكن ممكن لا إنها ممكن تحتوي على الرغلة. في حالة وجود large volume دياريا هذه ممكن تحدث نتيجة عدة أسباب قد يكون أول سبب منها إن يكون في عندنا بعض المواد الغير قابلة للذوبان أو للامتصاص في الاسطول اللي بيسموها non-absorbable solid يعني مواد مش تذوبش وما عادش قابلية إن يتم امتصاصها في الاسطول هذا بيسموها اللي هو الأوس ماتيك دياريا ممكن يكون عندنا السبب الثاني وجود الدياريا هي الإريتيشن في الانتستين زي الفيرم لو عندنا فيروس أو بكتيريا انفكشن التهاب بكتيري هذا ممكن يؤدي إلى يكون عندنا لارج أمونت من الفوليوم وقد ممكن يحدث هذا في اللارج انتستين أو في السمول انتستين يعني ممكن يكون موجود عندنا في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الدقيقة وهذا نتيجة إنه ممكن يؤدي إلى وجود بعض الأشياء زي زيادة فرز بعض الإفرازات بصير عندنا إنكريز في السيكوريتي فاتك وهذا بنسميه إحنا الميوكس أحيانا بيطلع مع هذا الإسهال أو هذا البراز بيطلع الميوكس اللي هو المخاط نتيجة اللي هو الإريتيشن اللي ممكن يصير سواء كان فيرال او بكتيريا ايضا بصير عندنا انكريز في الموتيليتي ريديوسينج ذا تايم اوف في ابزوربشن برضه بصير عندنا زياده حركه مما بيزود بقلل من عمليه الامتصاص لانه كثره الريتيشن هذا وجود الفيروس او وجود البكتيريا في الامعاء بيعمل حركه زائده في الامعاء وبصير دفع لل البراز للخارج بشكل سائل ولا يمكن وبصيرش عملية امتصاص واستفادة من المواد الغذائية أو النيترات اللي موجودة فيه. طبعاً السيفير دياريا مشكلة كبيرة جداً ممكن يؤدي إلى الدث يا جماعة يعني اللي بيكون عنده دياريا مستمرة أو بيصير لهاش علاج أول بأول ممكن يؤدي الموت. ولا كيف يؤدي الموت؟ لأن المريض بيدخل بعد كده في هايبوفوليميك يعني بصير عنده جفاف نقص شديد شديد جدا في السوائل هذا بيؤدي انه يدخل في صدمة شوك وبالطريقة هذه ايضا بصير عنده مشكلة في الالكترولايت في نسبة الالكترولايت الموجودة عندنا فبصير عنده امبالانس في الالكترولايت وهذه بتؤدي الى مشاكل صحية تؤدي الى الوفاة
هذا بالنسبة للارج فوليوم، لكن في حالة السمول فوليوم اللي كان كميات الدياري قليلة، هذه الكاركتر تبعتها عادة بيكون فريكوانت بلس اوف سمول اماونت اوف ستور، يعني بيكون كميات الستور قليلة وبتكون نسبة حدوث الدياري بشكل متقطع واقل من ما بيكون بشكل مستمر زي اللارج فوليوم. وعادة اللي بيؤدي الى وجود سمول فوليوم دياريا انه احيانا بصير عندنا يا اما ألصر، بصير عندنا ألصر كولايتس، يكون عندنا التهابات، او عندنا اللي هو مرض اللي هو الكرون ديزيز، هذا بيؤدي الى انه هذا مؤشر من مؤشراته انه يكون عندنا سمول فوليوم دياريا. هذا لازم دياريا مهمة جدا، اذا المريض حكاته انه هو عنده دياريا لازم يتأكد كمية الدياريا هذه قديش، قديش كم مرة هو بتحدث معه الدياريا، وإذا فيها بلد أو إذا فيها ميوكس أو ما أشبه بذلك لازم نحن ناخذ بالنا. فهذه مهمة جدا بكرة في عمليات التشخيص في بعض الأمراض إنه نهتم في موضوع الفوليوم والكاركترز تبعت الفوليوم أوف دياريا. أيضا من الكونسيبت اللي لازم نعرفها اللي هي constipation. constipation الإمساك، كان قلت عن الدياريا ونحكي عن الإمساك. طبعا هنا زي ما تكفين كفين الهيديفيكال أو رفراك وانتيديكيشن، يعني بصير عملية إخراج بصعوبة. عادة إذا البول، إذا الأمعاء ما فركتش خلال ثلاثة أيام، هذا بيؤدي لإنه ممكن يصير عندنا constipation، صار في حركة إلها، هذا بيؤدي إلى يصير عندنا إمساك. طبعا الإديكيشن عملية الإخراج كان difficult، إذا الستور is hard، يعني يصير عملية الإخراج تكون صعبة إذا تحول الستور إلى شيء hard، إذا تحول إشي صلب. طب إيش الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى إنه يصير عندنا صلابة في الستور؟ واحد الديهيدريشن، عملية الجفاف، قلة السوائل اللي موجودة في الجسم بتؤدي إلى إنه عملية الإخراج الستول بكون جاف، لأنه ضروري يكون في عندنا ملينات أو سوائل اللي بتخلي الستول سوفت وما يكونش في صعوبة في عملية الديفيكيشن اللي هي عملية الإخراج. ثانيا إنه ديلي باول موفمنت، برضه تأخر حركة الأمعاء بيؤدي إلى إنه الووتر مور ووتر أبزار، بمعنى إنه كل ما فيش حركة الأمعاء دفع عملية الإخراج يضل الستول الداخل الأمعاء بيصير له إعادة امتصاص، وكل ما ظل موجود في الأمعاء بيضل الأمعاء تبدأ في امتصاص كل السوائل اللي موجودة في الجسم في منطقة الانتستين اللي بطريقة هذه بتخلي الستول جاف. ودائما إحنا بنقول يا جماعة مع لا يعني غلط إن إحنا نحشر حالنا، إذا الواحد يشعر إنه محتاج إنه يعمل ديفيكيشن لازم مباشرة يتوجه للحمام. في بعض الناس تروح تحشر حالها لساعات طويلة وأحيانا أيام طويلة عشان ما تروحش الحمام، أو تكون مشغولة أو تأجل، فبصير عملية امتصاص طول ما الستول موجود في الانتستين، طول ما الانتستين شغالة على عملية الامتصاص السوائل فيه، وبالطريقة هذه بصير هارد وبصير عندنا عملية الإمساك. يعني ضروري جدا هذا الشيء نلاحظه ونهتم فيه. ايضا من الاشياء اللي ممكن تؤدي الى ان يصير عندنا constipation بعض الامراض او بعض المشاكل الصحيه زي السباينال كورد تروما، هذه ممكن تؤدي الى انه تاثر على حركه الامعاء او تاثر على عمليه امتصاص السوائل في الستور، وهذا يؤثر الى يؤدي constipation. برضو المالتي سيلوروشن او التصلب المتعدد ده اللي بيقوم عاده أكثر إشي افكتد البرين والسباين، برضو هذا من الأسئلة اللي ممكن تؤدي عندنا constipation. بالإضافة إلى بعض الأورام اللي بتكون موجودة في الانتستين نفسها ممكن تؤدي إلى يصير عندنا constipation. من برضو الأمور اللي ممكن تؤدي يصير عندنا إمساك اللي هو الهايبوثايرويدزم، اللي هو مشاكل في الغدة الدرقية اللي كانت هايبو، هذا بيؤدي الى انه يصير عندنا كسلش. ايضا في بعض الديزيز اللي بتكون نتيجه كونجنيتال مشكله خلقيه او عيب خلقي في القولون اللي بنسميه اللي هو الهيرش سبرينج ديزيز، هذا برضه بيؤدي الى يصير عندنا كسلش.
هيك دائما ننصح باستمرار انه بلك اور هاي فايبر دايت كيبس طول مدة، يعني دائما احنا بنحفز انه لازم يكون طعامنا فيه الياف. هذه الالياف بتساعد على انه يكون الستول مزت مزت، يعني يكون سوفت رطب وغني بالفلود اللي بيساعده انه يضله دائما مزت. بالاضافه لانه الووتر زياده شربنا الماء ايضا بتساعد على انه الستول يضله مزت وما يتحولش الى هارد. بالطريقة هذه نقدر نتفادى وجود الكونستيبيشن. هذا ضروري جدا انه نحن نحافظ على شربنا للسوائل، وطبيعة الاكل تبعتنا ضروري نهتم فيها، تحتوي دائما على الالياف عشان ما نتعرضش للكونستيبيشن. ايضا من المفاهيم او الكونسيبت اللي احنا لازم نعرفها حاجة مهمة جدا اللي هي الروتيناتس. الروتيناتس يا جماعة هذه شغلة مهمة وخطيرة كتير، اللي هو التهاب الغشاء البروتوني. طبعا هي طبعا نتيجة بيحدث لو صار عندنا أي ثقب أو أي ربشر لأي أورجان، يعني انفجار أو شغلة معينة زي مثلا المرارة. لو المرارة صارت الضغط تبعها انفجر ودخل على الغشاء البروتيني، هذا بسبب التهاب، لأن الغشاء البروتيني هذا محيط بكل الأبدومن أورجان، وهذا بيأثر على وظائف الأبدومن ويؤدي إلى تسمم ويؤدي إلى التهابات شديدة جدا. فضروري جدا نحن نكون منتبهين لو ظهرت عندنا أي علامة من علامات حدوث التهاب الغشاء البروتيني، إن احنا نكون يعني سريعين في التدخل بأسرع وقت ممكن. زي ما هنا كاتب انه هي عباره عن ريزلت اوف بس اوف بكتيريا انتو ذا بروتونيال سبيس، يعني بتكون دخول للبكتيريا لمنطقه البروتون اللي هي بتكون نتيجه لو صار عندنا بريفوريشن، لو صار عندنا ثقب في القط الجهاز الهضمي، او صار ربشر لاي اورجان زي ما حكينا، لو صار ربشر اللي هو او انفجار للمراره أو للزائدة الدودية أي كان، ممكن يؤدي إلى إنه يصير عندنا روتينايتس. في إيش المانيفستيشن العلامات أو الدلائل اللي بتقول إنه أنا عندي صار مانيفستيشن؟ أول حاجة بصير عندنا نص أبتايت أو بور أبتايت، فقدان للشهية بيحصل عندنا، بصير عندنا نوزيا دائما في غثيان مستمر، بصير عندنا ضل أبدومين، بصير ألم عندنا في المعدة، وبسرعة ممكن يتحول هذا إلى إنه يكون سيفير فين، يعني يتحول من ألم خفيف إلى سيفير فين، وبصير عملية صعوبة في ورنس عندنا إيش في عملية الموفمنت. وبالطريقة هذه بتظهر عندنا إنه الأمر صار إيش يتطور بسرعة سريعة، وللأشياء الأسوأ طبعاً إذا ظهرت هذا. ايضا في بعض الساين سبتوم اللي بتكون مرافقه لعمليه حدوث البروتينز، اللي هي اول حاجه ابدومن تندرنس اور ستيشنر، تكون الابدومن فيها في انتفاخ وفي تندرنس، يعني انت ما بتحط ايدك على الابدومن في بين في الم. طبعا المريض احيانا بيشعر بقشعريره، بقول اكيد شفرين انا عندي قشعريره، هذه القشعريره مصاحبه فيفر لانه قلنا بيكون في بكتيريا دخلت على الجهاز الغشاء البروتوني سبب ايش التهاب في انفلاميشن. الان عندنا فلويد ان ابدومن، بصير عمليه تجمع للسوائل داخل الابدومن كمان، هذه بيخلي عشان هيك الابدومن تبدا تنتفخ وبصير لها بروز الى الخارج تستنشن، هذا برضه من العلامات اللي هو البروتونايتس. ايضا بصير في مشكله عندنا في اليورين، بصير انه اليورين بقل او بصير اقل من معدل الطبيعي، ممكن يكونش في يورين خالص، يعني ممكن يكون بالبدايه مفيش نط باسنج ان يورين، مفيش يورين بالمره، او انه يكون كميه اليورين اللي بتطلع اقل من المعتاد. ايضا بصير عندنا ديفيكالتي في باسنج جاز، صعوبه في عمليه خروج الغازات، والإضافة إلى إنه بصير عنده مشكلة هذه، هو إنه إحنا عملية الإنحناء إنه هو بيقدرش يحمي نفسه
من شدة الألم والانتفاخ اللي بصير عنده. طبعا التريتمنت يا جماعة هذا مهم جدا، وتسرع التدخل السريع هذا مهم 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 جدا. أول إشي سيرجري، أو حدا نعمل تدخل سيرجري، نعمل تدخل سيرجري إيش؟ للسبب اللي أدى لحدوث البروتيرايتس. إذا كان في رابتشر لبعض الأورجان أو في بيرفوريشن في الجت، هذا بدي أنا أعمل لها إصلاح. بالإضافة إن أنا بدي أعطي أنتيبيوتيك مضادات حيوية، بعطي سوائل لأنه صار في فقدان للسوائل، والدليل على ذلك إنه فيش عندنا يورين. كمان بدي أعوض المريض بالإلكترولايت ريبليسمنت، بدي أعطي له بوتاسيوم، بدي أعطي له كالسيوم، كل الإلكترولايت المهمة بدي أعوض إياها لأنه هو أصلاً فقط. الآن هنحكي عن بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي بعد ما انتهينا من التعرف على بعض الكونسبت الموجودة في الجهاز الهضمي. عندنا أول تزيز أو أول بروبلم أو عارضة مرضية موجودة عندنا نحكي عنها اللي هي الجاستروفيجال ريفلكس ديزيز، اللي هو اختصارها GERD. هنا باختصار شديد هذه الديزيز بيحدث نتيجة إرجاع الطعام من المعدة إلى المريء. يعني هاي المعدة بيكون فيه هنا طعام ممكن إنه يخرج إلى منطقة الإسوفاجس اللي المفروض ما يكونش فيها الطعام، المفروض الطعام يكون من الإسوفاجس ينزل على المعدة. البروبلم هنا إنه كل عكس بيصير، بعد ما يدخل الطعام بيرجع تاني بيصير له ارتجاع إلى منطقة الإسوفاجس. هنا بقولنا إيش الجي آر دي is caused by reflex، يعني بيكون في عنا ريفلكس اللي هو ردة فعل أو حدث يحدث إنه بصير عندنا ارتجاع في من اللي هو ستومك كونتنت محتويات المعدة into esophagus. زي ما حكيت بتطلع من المعدة بروح على الإسوفيجاس، وهذا دائما بسموه أو بنعتبره أو بنطلق عليه اللي هو الجي آر دي، وهذا is commonly called heartburn. وعادة دائما بيعطوه مسمى اللي هو الحرقة المعدة، أو بصير حرقان في المعدة بس بقول لك أنا عندي heartburn. تمام، إيش الأسباب اللي بتأدي حدوث اللي هو هذا الريفلكس GERD؟ أحيانا بيكون سببه ضعف weak tone of esophageal sphincter، بيكون هنا في السفنكتر هنا بيكون عندنا في ضعف في هذا العضلة اللي ممكن يصير يسهل عملية ارتجاع أو خروج الأكل من المعدة إلى المريء. يعني المفروض إنه هنا العضلة تكون قوية وتكون مغلقة بس تفتح لدخول الطعام وليس لخروجه بشكل عكسي. أيضا زيادة البرشر increase the pressure in stomach compared with the esophagus، يعني ممكن كثر الضغط اللي موجود في المعدة إن يرجع اللي بصير ارتجاع لهذا الطعام في الاسوفيجاس، وأحيانا يضطر إن يطلع أحيانا من الماوث زي ما بصير أحيانا مع الأطفال. يعني أحيانا الأمهات بيرضع أولادهم زيادة عن اللزوم، فالاستومك عندهم إيش تمتلي، فبيزيد البرشر تبعه، فتحاول تتخلص من هذه الزيادة، فبصير الطلب والولد إيش قلص أو عمل إرجاع. هذا لا، لأنه في زيادة ضغط على المعدة من كتر ما هي معطيته حليب، أدى إلى أنه الأكل يطلع مرة ثانية خارج المعدة. أيضا بحكي لنا أنه الإيسوفيجل إسفانو إكتر هذا always remained closed except with the bolus enter the stomach، يعني الحين بعد ما يدخل البوليس او هي هذه الطعام الى المعده بصير عمليه اغلاق، لازم تكون مغلقه عشان يصيرش في ارجاع. اذا بصير في ويكنس او بصير مشكله في هذا السفنكتر، هذا بيصير انه الماء الاكل بيرجع مره ثانيه. الريفلكس ويل اكواير فروم هاي بريشر زون، يعني بيحدث الريفلكس هذا الارتجاع بالعربي بيحدث من منطقه الضغط المرتفعه اللي هي وين في المعده، يعني تكون مليانه متروسه ترس المعده بصير فيها هاي بريشر to the lower pressure للمنطقة الأقل ضغطا وهي منطقة اللي هو المريء الإسوفيجاس، وبطريقة هذا بصير عملية الارتجاع. أيضا وجود ضعف في السفنكتر هذا أيضا بنتيجة، قد يكون هذا نتيجة congenital defect
قد يكون مشكلة خلقية أو نتيجة صار عندنا دمج في في نفسه الإسوفاجس، بيصير عملية تهتك أو ندوب أو تمزع أو مشكلة في عضلات الإسوفاجس، هذه بيؤدي إلى وجود هذا الريفلكس. نحكي إنه الريبيتد لا الجي ار دي ما بيكوز انفلاميشن، انه بصير عندهم هذا الريفلكس باستمرار، هذا ممكن يؤدي لحدوث التهاب او سكريننج ان ذا لور اسوفيجال اير، يعني ممكن كمان يصير عندنا زي نتو او ندبات داخل المريء من كثر عمليه الريفلكسز او تكرار هذا الريفلكس. برضو من الاسباب اللي وجود الريفلكس هذا اللي هو حال اسمها هيتال هيرنيا، اللي هو الافتاك الموجود عندنا في الحجاب الحاجز. طبعا زي ما انتم عارفين زي ما هنا في الصوره هذه الحجاب الحاجز هيو متكامل وعامل فاصل ما بين المعده وما بين المريء. الان لما يصير في هذا نورمال، الان لو صار في ويكنس، لو صار في ضعف في الحجاب الحاجز او في تمزق في الحجاب الحاجز، بيطلع جزء من المعده من هذا الثقب او من هذا المزع اللي صار في الحجاب الحاجز، وبصير محصور ما بين المعدة، بصير عندنا جزء جديد هو عبارة عن جزء من المعدة ولكن ما بين المعدة وما بين المريء، وهذا جزء من المعدة اذا كان في طعام ممكن يصير في عملية ريفلكسنج ويطلع الى المريء. فعندنا الهيتال هيرنيا ممكن تؤدي الى يصير عندنا ريفلكسز زي ما حكيت، والهيتال هيرنيا اس دائما عادة هي part of the stomach through the opening in the diaphragm، يعني بصير عملية ايش؟ بروز او ظهور لجزء من المعدة خارج منطقة الحجاب الحاجزي اللي ممكن يصير ضغط فيها على المريء. يبقى برضه من الاسباب اللي بتؤدي لوجود الريفلكسس عندنا اللي هو الهيتال هيرنيا. طيب ايش الكلينيكال مانيفستيشن اللي احنا بدنا ننتبه لها او نعرفها؟ اول حاجة انه دائما بيكون عند الأشخاص اللي عندهم هذا الرفلكس دائما شعور في يكون عندهم burning sensation in chest، يعني دائما يكون عندهم شعور بحرقان في الشيست اللي احنا بنسميه أو بنطلق عليه الهارت بيرن. يوجوالي هذا بيحدث عادة أفطر إيت بعد الأكل، وفي بعض الأحيان أثناء الأكل، لكن أغلبه بصير أفطر إيت، وأسوأ شيء بالليل، يعني أثناء الليل أكثر شيء بيزعج الشخص اللي عنده الرفلكس حدوث هذا الحرقان اللي بسبب له إزعاج أثناء النوم. هذا بصير عندهم شيست بين، ألم في الصدر، وعندهم بصير ديفيكالتي في سوينج، عملية البلع بصير عملية صعوبة جدا عندهم. أيضا بصير عملية ريجريشن أوف فود أور سور ليكويد اللي هو الأسيد ليكويد، إنه بصير عندنا عملية طرد أو قلص للطعام، وممكن يخرج معاها اللي هو الحامض، السائل الحامضي الموجود في المعدة، وهذا بسبب حرقان وألم مزعج جدا للشخص. هذا بصير عنده sensation of lamb in your throat، أحيانا بقول لك أنا حاسس إنه في زي كتلة في حلقي، يعني مش قادر أبلع إنه في كتلة هنا، بصير عنده شعور في كتلة موجودة في الحلق. If you have night time acid reflex you might also experience، يعني يصير لو عند صار عند هذا الشخص reflexes في الليل، ايش ممكن يصير معاهم؟ بصير دائما عندهم chronic cough، دائما بكحوا كثير خصوصا في الليل، بصير عندهم التهاب في اللارنج، ايضا بصير عندهم ازمه، وبصير عندهم نوم متقطع، بصير عندهم ديسبف، بصير السليب عنده ماله متقطع لانه مش قادر ينام لانه بحس بحرقان شديد بألم شديد، بالاضافه انه الكحه بتصير عنده كرونيك مستمره طول الليل. من الكومبليكيشن اللي تحدث نتيجه وجود هذا الريفلكس الجي اي ار دي انه بصير عندنا ايسوفيجال كارسينوما اللي هو عندنا بسموه اللي هو ورم او سرطان في المريء. برضه بصير عندنا مشكله في الاستراكشر ديفلوبمنت، في تطور نمو هذا الجزء، بين بصير عمليه بلوكينج فود بس برضه بصير عمليه منع لمرور الطعام من خلال المريء. ايضا بصير فوميتنج باستمرار، بصير عندنا ديسفاجيا
with eating may acquire. كمان ممكن يصير عندنا قيء وعسر بلع باستمرار مع كل وجبة أو أثناء الطعام. فهذا من المضاعفات اللي ممكن يصير عند المصابين بال التريتمنت. أول حاجة إحنا لازم يكون أكل لوجبات صغيرة rather than large، بالإضافة إنه دائما يكون sitting up during and after eating، دائما نكون قاعدين بشكل جلوس، وأثناء النوم نام على مخدات مرتفعة أو نخلي الهيد elevated high. دائما نشرب مزيد من المية أو السوائل باستمرار. طبعا نعطي المريض حاجة اسمها هيستامين تايب 2 ريسبتورز، هذا بيساعد على ريدوسينج لمين للأسيد سكريشن اللي في المعدة، بيخفف من نسبة الاحتراق. كمان بنعطي انتي ريفلكسنج سيرجري كونسيدر اف ذا سيمبتوم ريزيست تو تريتمنت، اذا صار في عندنا عدم استجابة للعلاج ممكن يصير عندنا تدخل جراحي، وخصوصا لو كان عندنا هيت الهرنيا اللي هي الفتاك، هذا لازم تدخل جراحي. بالإضافة نحن بنعطي أنتي أسيد maybe used بنستخدمه عشان نخفف من الأسيد اللي موجود في المعدة ونخفف من عملية الإحتراق. ويعطيكم العافية، وإن شاء الله لقائنا القادم نستكمل ما تبقى من جهاز الجي آي مع الأمراض المتبقى. ويعطيكم ألف عافية، وأي سؤال استفسار ممكن تدونوه ونناقشوا في لقاءات الزوم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.